اخ يا ابو محمد اخ شو هالدنيا هلا اذا الناس بدها تحكي حكايه بيقولوا كان يا ما كان بس كلمتين محرزين احسن من جريده جنان وصامدين مو هيك ابو محمد لكان صامدين بعون واحد احد الله يحمي هالبلد ويعطيهم القوه والجلد بس يا اخي في شيء بجنن والجنون فنون فهمت علي شلون ابو محمد الجنون فنون بيمغصك على كل درس لون ولا بينفع معه لا كمون ولا ليمون اخي مرحبا يحرق اخت الكهرباء شو هالحاله وشو هالتقنين للزباله فهمنا دوريه ايه نعم دوريه بس مو يعملوا لنا يا عسكر وحراميه إيه كنطك بدني كنطك وراح ارمي حالي من الشباك إيه مشان الله لك مشان الله يحلوا لنا قصه هالترنس تبع الحاره لك مو شاطرين غير يسلخونا بالفواتير وعاملين علينا مخاتير مو هيك محمد لك شو عم تنزل لي براسك هيك ولا ابو هيك لك اخ يا محمد شرب شاي شرب شاي اخي الطوارئ على العين والراس والاعطال ما حكينا عليها من الاساس بس ليش الخيار والفقوس حبيباتي وضعكم صار مشموس ليش اللعب بالقواطع والمفاتيح ان شاء الله بشوفكم مساطيح إيه ما عم نلحق نبدل الفيش بقى لا تحيجونا نقول شيش وبيش وحقاجه ولدني ولعب اولاد صغار ولا قولنا حل لهالتيار مو هيك اخي ابو محمد لك عم اسالك هيك ولا مو هيك هيك لك هيك الغسالة انحرقت وانضربت وكل الأجهزة خربت ومنشان ينبسطوا هالحضارات استغنينا عن خدمة البرادات شو رأيك بهالزبونات يلي حرمونا من التلفزيونات قولوا بدكم تقطعوها من هالساعة لهالساعة من إلكن أمركم وسمعا وطاعة بس أما هيك ما بيمشي الحال هذا اسمه نصبو احتياط ولك شو هالعلقة مثل اللي كله فلقة ينزلوا لوزاتنا وطقوا فلوزاتنا يا عمي الدنيا هلا مو مثل الاول وزمن الاول تحول يعني هلا ما فينا نقعد على السراج ونعمل مناقيش على الصاج لك اخ يا ابو محمد الكهرباء باب رزق للمعيشه وكله مرتبط بهالفيشه بقى شو بده الواحد يحكي لا يحكي هي لا تخلونا كل يوم نعد لكم هالكليشه عندك حلول تفضل قول وبلاها العبسه والدبقه والكبسه ونورتونا يا حبايب طفوا نور الكهرباء ما ضل عنا غير الدعاء دعاء الخاتمة لأنه لا بيطعوا الكهرباء فرج الله عنا وعنكم أيامنا الخاتمة يا الله يا رافع الضيمة والبلاء ارفع عنا هم الكهرباء يا محرك الكوكب السيار جد لنا حلا للتيار ويسر أمرنا لما فيه تخفيض ساعات التقنية وعبث المسرفين ربي زد غرف الطوارئ المنسية بالمزيد من أرقام الخدمة العمومية اللهم اهدنا واطن بعد واط وانتقم ممن ركلنا وشاط اللهم اعطنا مما نستحق من الأنبيرات يا رافع السماوات نجنا مما هو آت آمين اللهم آمين والسلام ختام الكلام.